صناعة البطل، بطل أولمبي. يعني في بعض يعني لاعبتنا خرجوا من الأدوار الأولى وما كانش يعني التمثيل بتاعهم قوي، وعندنا هداية وعندنا سيف قدروا يرجعوا بميداليتين، ودينا عندنا خماسة هيبدأوا بعد بكرة أعتقد هيلعبوا، عندنا رهان على عدد كبير. ليه ما يبقاش عندنا بنتكلم على 5 ميداليات؟ ليه ما بنتكلمش على ميداليات أكتر من كده؟ محتاجة إيه؟ صناعة البطل الأولمبي. لا، محتاجة شغل مختلف خالص. خلينا واقعيين، احنا عاملين بالظبط، انا لسه بقول التعبير اللذيذ ده، احنا بنتعامل مع الاولمبياد زي ما بنتعامل مع شهر رمضان. يبقى احنا عارفين بعد سنه في رمضان، بس ما نفتكرش رمضان اللي قبلها بيوم. هي كده يا جماعه رمضان بكره، نجري بقى نجيب كل حاجات رمضان. نفس الحكايه الاولمبياد، احنا في الاخر الناس ولا شغله بالها بالكلام ده خالص بكل اسف، لغايه ما خلاص صفاره البدايه بدات. ده في اولمبياد طوكيو وده بتاع 2020، بس عندنا اتحادات وعندك انفاق وعندك لعيبه وعندك مفترض بتجهزها كل مره. كل اولمبياد بيحصل ايه بعده؟ نطلع نقول نعمل جلد الذات ونشتغل فيها شويه، ونقول بقى خطه بعيده المدى، ونبدا صناعه البطل. وتلاقي فجاه بمرور الوقت كل ده بيتبخر بكل اسف. لازم نواجه نفسنا عشان نعرف. الناس بره يا استاذ احمد، امريكا وروسيا والجماعه دول المتحضرين دول، من دلوقتي مثلا بيعمل حساب لاولمبياد ما بعد القادم، اللي جاي ده في باريس 2024، اللي بعده في امريكا 2028. من دلوقتي يجاز ابو 12 سنه و11 سنه عشان يبقى في المحك ده، لما يجي الميعاد يبقى انت هيئته كم بطوله شارك فيها. انت لسه بتتكلم دلوقتي مع الاستاذ علاء على حاجه مهمه قوي. احنا ليه لما نيجي نلعب بالبرازيل، ايه هي الفرق؟ ما فرق التاريخ، فرق خبرات. لما اجي النهارده منتخب الاولمبي بتاعي ده، لما عشان اعمل احتكاك وانا هلعب في المجموعه مع اسبانيا بطل اوروبا، وبلعب مع الارجنتين باسمها الكبير، وبلعب مع استراليا واحد من اقوى المنتخبات الاسيويه دلوقتي، بحتك بمين؟ جنوب افريقيا ماتشين. انا عايز ايه من جنوب افريقيا عشان احتك معاه؟ ما احنا هنا لا، احتك بقى بكره اوروبيه توازي اسبانيا اللي هلعب معاها، وتوازي الكره، بس العب مع البرازيل ودي عشان هلعب مع الارجنتين نفس الستايل كده. لكن انا بلعب مع 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 فريق انا كنت بلعب معاه في البتاع ده في البطوله الافريقيه نفسها، وطلع الثالث عندي، انا استفيد منه ايه؟ النهارده لما بتوع برضه يعني الاعداد مش هو المفترض يتعمل، في نقطه عايز اعداد برنامج تاني خالص. لازم نظره كلهم، لازم نظره اللجنه الاولمبيه للالعاب الاتحادات الرياضيه، لازم نظره كلهم ابناء دي تختلف يعني تنتهي. انا ما اقدرش اتعامل ان كل دول اولادي فلازم كل 23 دول يشاركوا. ما اقدرش طول ما اللجنه الاولمبيه بتتعامل مع كل الاتحادات ان دول كلهم اولادي وما اشوفش مميز فيهم، لا انا مش عايز ازعل ده، ما اديش ده اكتر من مجملات ده. تقصد مجملات؟ طبعا فيها مجملات كتير جدا. انا ليه حضرتك احنا مشاركين في 23 لعبه وفي دول تانية بتشارك ب 10 لعبات وفي دول مشاركه بثلاث لعبات بس؟ هنشوف لما تلعب العاب قوه هتلاقي مثلا دول افريقيه مشاركه بثلاث لعبه بس وهتجيب ثلاث ذهب وهتجيب ميداليات هتشوف كولومبيا بس بتجيب لك 6 ميداليات، هتشوف السباحه لعبه بس. طول يا استاذ احمد ما احنا بنتعامل مع ان ده فرح ولازم نجامل الكل في الفرح ده، مش هتنفع. زي ما قال الاستاذ عصام دلوقتي، مش حكايه شهر تمنع ده ازاي؟ تمنع ده ازاي؟ ان انا من البدايه الاتحاد اللي يوعد بميداليه اوديه ويكون في عقاب. لو انت فشلت في هذا الامر يتم اقاله الاتحاد بالكامل. يتم اقاله الاتحاد. وكمان يا استاذ احمد، طول ما اعضاء اللجنه الاولمبيه هم رؤساء الاتحادات، ده امر صعب جدا. انا لما اكون رئيس اللجنه الاولمبيه وقاعد وال22 عضو اللي قاعدين جنبي نادي الجمعيه العموميه، كلهم هم الجمعيه العموميه وهم اللي بتاخذ قرار، انا اقدر اقول يعني انا اكون موجود رئيس اتحاد السباحه مثلا يكون موجود وانا رئيس اللجنه الاولمبيه، اقول لا انت مش مشارك معانا في البطوله دي، طبعا هصور عليه واغضب واعمل انقلاب ضده. اللي مش هاخد دعم، انت حضرتك لو شفت الدعم اللي خد ده، في منتخب في عندنا اتحادات خدت ملايين وما تاهلتش. يعني احنا لحد دلوقتي الميزانيه لحد دلوقتي عندنا كره السله ما تاهلتش. عندنا الكره الطايره ما تاهلتش برضه. حضرتك لما تشوف المبالغ الموجوده، انت صرفت 263 مليون جنيه على مين؟ يعني على كل الالعاب. من 1 يناير 2019 لحد انطلاق البطوله دي صرف 263 مليون جنيه. منهم التحالات ما تاهلتش اصلا. فانا طول يا استاذ احمد ما بتعامل مع كلهم ابنائي وكله لازم يشارك في الفرح. ما ينفعش احنا مش رايحين فرح فلا لازم اخد ولاد عمي معايا واخواتي وبتاع وكده، اخد الاتحادات الناجحه. انا بدل ما كنت اصرف 263 دولار، انا عندي واحد زي هديه ملاك دي، انا جابت لي ميداليه السنه اللي فاتت وسنها صغير مؤهله. انا ما سفرش 10، اسفر هديه ملاك لوحديها بس اللي انا ضامنها واصرف عليها اللي كنت اصرفه على العشرة. بالظبط. تونس مسفره 2 بس سباحه، منهم واحده جاب لك ميداليه ذهبيه. ولسه خلاص. هو ده استاذ احمد، ده هنشوف. انا بقول لحضرتك هتشوف بعد كده منتخبات لحد دلوقتي مش موجوده على خريطه الميداليات خالص. دول مش موجوده خالص على خريطه الميداليات خالص.
فجأة أول ما تبتدي تلعب قوة هتلاقي دول زي مثلا أصغر دولة في العالم جزيرة برمودا جزيرة امبارح مدينة دهب جزيرة عدد سكانها كام 70,000 يعني شارع 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 بنت واحدة هو ده واخد السباق من اوله طيب قعدت اتابعها قاعده طيب ايه طيب تجي طيب تخيل تخيل جزيره حدث بتمثلها بنت وقفت مدينه دهب ورجعت خلاص انما احنا نشارك 23 لعبه ده اصل احنا الامر مرفوض هنشوف دول افريقيه والله يا استاذ احمد وانا مش بقلل من شان الدول الافريقيه دي لكن هتشوف دول افريقيه هتخش السباق يطلع بقى تطلع ب 5000 10000 و5000 5000 و10000 و3000 وهتشوف السباحه بقى في الحاجات الاخيره دي دول وهتشوف دول امريكا اللاتينيه دي هتخش ازاي في العاب القوه بشكل كبير جدا فانت يعني دلوقتي لو سالت مين رهان الشعب يعني الشعب بص كله منتظر مين دلوقتي الفتره الجايه ميداليه ما حدش عارف منتظر مين الوحيد اللي بنراهن عليه شويه هيبقى عبد الرحمن